بني حلو. اوكي اوكي حبايبي، اوكي يا حلوين. مرحبا شباب، ان شاء الله بخير، ان شاء الله كسام حبايبي كلام. ما تاخذوني شباب جديد فايق من النوم. طبعا شباب امبارح كنت بلعب تقريبا بس 16 ساعة شباب، بعرف ما تذكرت الوقت بس، ولكن يعني اكثر من 15 ساعة شباب. رحلتي للجراند ماستر شباب، ان شاء الله من بعد هذا الفيديو راح انزل لكم اليوم فيديو تاني للقطات الاسطورية وصارت معي ولحظة روح الى الجراند ماستر شباب. اوكي شباب، هننهي الجراند ماستر على الوقت، خلينا نشوف السكين الجديد شباب. عن جد السكين شباب معروف، السكين اللي نزلت لكم التسريبات من فترة شباب، هذا هو السكين شباب. طبعا راح اشوف اتاكد من الشغلات مسكين، هل يترب يتطور ما يتطور، ولا عارف شباب، ما بعرف شيء صراحة. اوكي خلينا نبلش شباب، اول خمس لفات ب 100 جوهرة، ليتس جو. ابلع قول لي شو هاي. اوكي اوكي يعني شيء بيجي بالوسط يعني. اوكي اوكي حلو، اوكي جميل جميل. لوز اللوز بلشنا شباب الحلوين، بلشنا. يلا كمان ليتس جو يا زلمي يا زلمي. اوكي شباب اوكي شباب، بعرف حظ بيض. خلينا اول شيء شباب واهم شيء نسكر الموسيقى تبعيتي، ما شغلتها، بحب اسمع هل هالموسيقى وانا عم بحرق جواها شباب. ليتس جو. طلع شيء توكن بيض بيض. اوكي شباب خلينا نشحن جواهر، خلينا نشحن جواهر شباب. ليتس جو، صار معنا اثنين من التوكن شباب، اثنين من التوكن يا اساطير. ليتس جو. 6-3-0-0-0. يلا ليتس جو. لا ثواني، يلا يا جميلين داي ويت ا مينيت، نتاكد من الوضع، نشحن شويه جوائر. طبعا شباب بشحن عن طريق الاي دي، انا موس الموقع جارينا شوب معروف. قول لي تم. اوه حتى رخصه الكبرى ما جايبها كانت، حلو. خذت رخصه الكبرى كمان. يلا نبلش خمس لفات، ليتس جو. اوبا سمعت انت توكن، شفت انت توكن مع الرقصه شباب. الرقصه هي ما كانت عندي اياها على فكره. ابلع ابلع. اوه تلجة رقصه، هي الرقصه اللي ما كانت عندي اياها. حلو لوز. اوكي يلا شباب، كم لفه صرنا فيها شباب؟ 51. لا شو هاي، شو هي 51 شباب؟ شو هاي؟ ثواني شوي، هي شو هاي الشغله ما بعرف الصراحه. select rapid. نقدر نساوي. اوكي اوكي بس ثواني شباب راح اتاكد من الرقصه. الرقصه هي اللي ما عندي اياها، بدي احاول احصل عليها. اوكي قبل كل شيء اسحبها يعني من شو اسمه هذا. اوكي هاي هي الرقصه شباب، اول شيء نحطها الرقصه. اوكي خلينا نحطها هون. في رقصه ثانيه هي بدي نسحبها. تمام دراري الجميلين ليتس جو. وين رقصة؟ عم بقول لحالي الله شو ها غيكلامي. اوكي كونفيرم، هاي اخذناها شاب عندي اياهم هذول. اوكي كل شيء عندي، خلينا نشوف هذول شو هاد. اوكي نعمل سيلكت، ما كنت اعرف انه موجود هذول شباب اقسم بالله. يلا روح سوني، ليش هذا ما عم ياخذ هذول؟ كم واحد يعني بياخذ سيلكت؟ اوكي اوكي يلا خلينا نعمل هيك تاك ندروب. يلا ليتس جو. بيض العادي، بيض يا زلمه. ها بدنا جواهر، بدنا جواهر. اوه حصلت على السكين هذا كمان، والله في اشياء اسطوريه الصراحه، اشياء اسطوريه ما كان عندي اياهم. ابلع باندا. او ماي جاد، يلا يا شباب يلا يا زلمه اعطينا هذا. بيض، الحظ بيض شباب، الحظ بيض، الحظ بيض شباب. باقي لي واحد توكن، يا الله واحد توكن شباب. شو هذا؟ واحد توكن يا زلمه. لا 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 يا رب المستطيل، لا يا ربي زنجبيل بليز كمان. او ماي جاد، هات نشوف هذول اللي عندنا. سيلكت رابيد نضرب هذول. اوه ما في شيء اسطوريات فيهم.
يلا بليز اخر توكن، بليز بليز اخر توكن كمان بيض. يلا اخر توكن يا جميلين، اخر توكن يا جميلين. يا الله بعرفها والله العظيم، انا بعرف دائما 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 هالاشياء بصير معي هيك، دائما بصير معي هيك شباب الصراحه يعني. يلا اخر لفه، يلا اي اخر لفه. اوه ماي جاد شباب، اوكي شباب الحظ عن جد بيض، الحظ عن جد بيض 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 بيض. هاي ندروب نضرب هذا شوي يطلع لنا التوكي هذا. ما طلعنا شباب، ما طلعنا يا حلوين، ما طلعنا يا شباب، ما طلعنا يا شباب. شو الحظ البيض. اوكي شباب، اوكي يا حلوين رح نرجع نشحن شباب شوية جواهر. ليتس جو، خلينا نشحن شوية جواهر شباب. شباب الحظ بيض بليز كمان، يلا يلا نشحن شوية من الجواهر شباب. ليتس جو، يلا يا جميلين يلا شباب. ترقبوا فيديو اسطوري راح ينزل ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله تعالى اليوم شباب، اقوى لقطات رحله الوصول الى الجراند ماستر شباب. اوكي يلا طبعا شباب انا لسه طب 300 الان بس، ولكن مو نمت يعني خلاص يعني تركته. اوكي يلا قول بسم الله. لا تكون ضرب اول 10 لفات، يلا يلا اخر توكن. او ماي جاد، لا لا هيك الحظ بيض يا زلمه. خلينا نضرب 25 لفه، شو هي 25؟ ما في ما في ما في، ما بده يعطينا اياها يا اخي، ما بده يعطينا اياها يا اخي، ما بده يعطينا اياها يا زلمه. يلا يا زلمه توكن واحد واخيرا واخيرا. يخرب بيت سنتو، يخرب بيت سنتو، تعالوا قول لي العمل. لفيت تقريبا الشباب 2000 3000 كمان تقريبا 1000 جوهره، شو عند 2000 3000 4000 تقريبا 4000 جوهره شباب. هذا السكين خرب بيت سنتك، خلينا نفتحه ونشوف شباب ونشوف وضعه. اوه مع رقصتين اسطوريات. لا شباب الرقصات لحالهم بيستاهلوا يعني، يعني شو يعني شباب لحالهم، الرقصات لحالهم يعني، يعني شباب الرقصات لحالهم يعني نكون صريحين يعني. خلينا نحط الرقصات شباب. طبعا شباب حطيت على هالرقصه، هالرقصه لحالها بتكلف يعني 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 لوس لوس. اوكي اوكي يلا خلينا نحط هاي ونحط ال حط شيء حط هاي البول. يلا اوكي اوكي شباب، اوكي لا والله شيء لوس شيء لوس. اوكي هاي الرقصة بحط هاي الرقصة شباب، الكل يعني الكل يعني بيرقص كثير حلو حلو. اوكي شباب خلينا ندخل واحدة عالمي، جرب يمكن يمشي الحال. خلينا نضرب واحدة عالمي، تعالوا شوي نشوف، قاعد نشوف. زيرو رياكشن، صفر رد فعل شباب. اوكي اوكي خلينا ندخل هون نشوف. اوكي هون يا شباب حلو، عندنا هون الالوان، الالوان هون بنقدر نختار نختار الالوان بس، ولكن يعني هي عندنا هاللون هاللون هاللون، هذول الالوان بنقدر نختارهم يعني كاملين شباب. بس عن جد شيء حلو، عن جد شيء حلو الصراحة يعني، عن جد السكين كثير حلو شباب. بس لازم التظبيط، لا لازم شوية تظبيط، شوية تظبيط بيطة يعني شباب. هي كالتالي الساكورا تمام، وشباب بتعرفوا يعني أنا ما بعرف شباب، أنا لازم كل ما ألعب كل جيم مثل ما بتعرفوني شباب لازم يكون راس الساكورا موجود وحذاء فاير باس التاني موجود تحت. أوكي شباب هيك وضعنا اللوز، لوز اللوز. خلينا ندخل هيك نشوفه بالتدريب كيف وضعه. لك شلون ندخل شوي بالتدريب ونشوف كيف شكله باللعب وكل والى اخره. يلا ليتس جو. لا بس عن جد صراحة سكين يا زلمة، شوف شوف يا زلمة شو هالسكين معه هون. خلينا ناخذ الكوبريات، التليفون وقع، ناخذ الكوبريات شباب. شوف 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 شوف
يعني كبرى من ورا وشلون بيطلع على السكين. يا سلامي قولي ارقصي البع الوى اي 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 هلو كبرى حتى رقصة النزل جديد كمان. جهزوا حالكم شباب كل الناس عم تتابع. رح نعملكم مسابقة على هذا التوب اب اوكي. وفيكم عندي كمان كودات ام بي 40 كباب صرخ صفرة. تعالوا على البث مشان تشاركوا. لا والله شيلوس خلينا نشوف ندخل نشوف بالتدريب واللعب كيف وضعه. والله احمر على احمر. احمر احمر انا ما في قلبي. هات تشوف او ماي جاد. كفو كفو يلا شباب شباب يا حلوين عجبت حلو ويلي شباب اعطوا لكم التعليق يا شباب. نطلع 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 حبايبي الكرام. يعني حبيت اخذ رايكم بشيء. هل يا ترى تحبون شباب اكتبوا لنا بالتعليقات هل يا ترى تحبون نكمل السيزون كله سكور لعب سكور ونكمل بالجراند ماستر ام لا؟ اكتبوا بالتعليقات خلينا نشوف شباب عشان نعرف شو نعمل بالبسوس الايام الجاي. حبايبي الكرام هيك بكون انتهى بثنا اليوم مو بس الفيديو لليوم فيديو اسطوري شباب. ان شاء الله ترقبوا اليوم شباب فيديو راح ينزل لقطات اسطوريه رحلتي الى الجراند ماستر اوكي شباب. شوفكم على خير شوفكم بعد شوي اوكي.